مرحبا، انا مستر غدار. مساحه اسلوب ستوغرافي، ستوغرافي عباره عن اسلوب جديد في التصوير، فكرته انك تصور بتشتغل مع اي شيء قدامك. المشروع بلشته في عام 2015 وظلت اصور فيه لغايه 2016، والحمد لله خلال ما يقارب سنه قدرت اصور ما يقارب 22 صوره في اكثر من مكان داخل الاردن وخارجها. فكره ستوغرافي بالمختصر انك تخلي المشاهد يشاهد بعين المصور. احنا بنعرف انه انا مشان ارتاح وانت مشان ترتاح، اكثر جلسه مريحه لنا انه نجلس ونخلي اجرينا قدامنا، لان عين الانسان دائما تشوف المنظر قدامه وتنسى جزء الانسان اللي هو اجرين. فاحنا الفكره اللي ببالي ان اخليك تعيش حياه المصور او تعيش الراحه او المكان اللي بروح المصور او تشوف بعين المصور. تمام؟ الحمد لله في عام 2016 بيوم من الايام وانا طالع اصور احد جولات التصوير وقعت كاميرتي وعدستي وتكسروا وخسرت معدلي كامل التصوير. وهون كانت المرحله اللي وقفت فيها ستوري، وقفته مش لاني حاب اوقفه بس لانه الان معدات كسرت وبطل عندي القدره لاشتري معدات. الان احنا في نهايه 2017 وما زال ستوري متوقفه بسبب عدم وجود معدات موجوده معي. لان الفكره اللي ببالي ما زالت مآمن فيها، بتأمن فيها، بتمنى انه انتم كمتابعين تآمنوا في الفكره. الان في عمليه احياء الستوغرافي، مثل ما انا بدي احييها بدي اياكم تساعدوني اقوم باحيائها من جديد. حتى اقدر احيي ستوغرافي انا محتاج دعمكم المادي والمعنوي، عشان اني استطيع اني كالخطوه الاولى ارجع اشتري معدات من جديد لارجع اطلق الاسلوب وارجع الف مبدئيا حول الاردن، وثم خلال سفراتي من خارج الاردن ارجع اصور ستوغرافي. اذا ستوغرافي عجبك وانت مآمن بفكرتي، اتمنى انك تدعمني واكون مشغول عليك. شكرا لكم.